استاذ جاي هنا البسطيه احنا اجا وقع هنا قام يصيح اخ 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 بطنه طق ساحق مد الشعال بيده قبل طق علينا هنا طق علينا هنا اثرهم العالم ثروا ما عالم راحت بيها كلها راحت العالم هنا لحد الان نجمع لحد الان عندنا 22 يعني وصلت العدد الاجمالي لحد الان 28 شهيد سعيد و73 جريح حتى هذه اللحظه هذا من خلال الاحصائيات من جميع المستشفيات المحيطه بالمكان الاسلوب واضح والعدو واضح بالتاكيد على بحسب علمي لم يصدر لحد الان او لم اطلع لحد الان على تصريح لكن بالتاكيد ربما تكون عصابات داعش الارهابيه هي التي تقف وراء هذا الحادث المجرم وين انا طق علينا انتحاري خوش يا يا الو خوش هذا مش على